كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني احنا على طائره النادي الاهلي ومتجهين الى تونس. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء دكتور محمد وفي استشاري العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي للنادي الاهلي. دكتور محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. نعرف ان مجهود كبير بتبذلوه على مدار الفتره الماضيه، يعني اخرهم مرحله تجهيز محمد مجدي قفشه. حطينا في الصوره وقربنا من اخر يعني حاله مجدي قفشه وفرص لحقه بالمباراه واللي تم معاه خلال الفتره الماضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قفشه كان عنده جزع في الرباط الداخلي للانكل وجزع في الرباط الخارجي للانكل، وكان الجزع من الدرجه الثانيه، وهو صراحه الموضوع كان صعب جدا، كان يحتاج لفتره علاج طويله وفتره راحه جامده. بدأنا نشتغل على كذا محور من المحاور، الناس كلها خدت اجازه اللي ادهلنا الكوتش، وانا وقفشه صراحه كنا بنشتغل مرتين في اليوم. كل مره كنا بنعمل جلسه الصبح وجلسه بالليل، غير الوقت اللي كان بيقضيه في البيت يقعد يعمل تلج وجيم ريدي وحاجات كده. كنا بنشتغل اول حاجه ان احنا نبتدي نقلل الورم عشان خاطر الرينج بتاع الحركه بتاع الانكل يجي والدنيا تبقى احسن يعني. وكنا بنعمل علاج في المايه برضو، عملنا الكلام ده على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، والحمد لله يعني ربنا كلل مجهودنا بالنجاح، وقدر النهارده يشارك في جزء من التمرين، والحمد لله هو ماشي دلوقتي على جلسات العلاج الطبيعي وجلسات التاهيل مع الكابتن محمود، والحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس، وان شاء الله يعني بكره يبتدي يشارك فتره اطول في التمرين، وان شاء الله يبقى تحت امر الجهاز الفني، واحنا عملنا اللي علينا والحمد لله يعني ربنا وفقنا. هو صراحه لعيب كوميتد وبيسمع الكلام، ودي اكتر حاجه اللي تنجح القصه لما اللعيب نفسه يبقى عايز ما رضيش ياخد اجازه وقال قاعد عشان خاطر يتعالج عشان خاطر الماتش المهم. الحمد لله يعني ربنا وفقنا الحمد لله. دكتور محمد، نقطة مهمة جدا حضرتك اتكلمت فيها، التصميم اللي كان عند قفشة والهدف يعني اللي كان موجود عند قفشة ان هو يلحق المباراة، التزامه في البرنامج التأهيل اعتقد سهل عليكم هذا الأمر. صراحة هو سهل علينا كتير قوي، يعني احنا كنت بقول له على ميعاد يجي لي في العيادة الصبح وعلى ميعاد يجي تاني في العيادة بالليل، الاقيه بصراحة في الميعاد مظبوط، فيعني دي حاجة كانت فيري بروفيشنال من لعيب بروفيشنال زي قفشة، والحمد لله يعني ربنا عداه على خير الحمد لله. ان شاء الله مع الاستمراريه في الجلسات والتاهيل الثلاث اربع ايام الجايين ان شاء الله يعني يبقى يعني بنسبه كبيره ان شاء الله يبقى موجود معانا ان شاء الله في الماتش. اعتقد يعني المجهود اللي بيبذل من اعضاء الجهاز الطبي والتنسيق اللي بيتم، ايضا في بعض الاجهزه اللي تم استخدامها مؤخرا ل يعني للجهاز الطبي للنادي الاهلي اعتقد سهلت عليكم الكثير من الامور. صراحة الحمد لله يعني دلوقتي عندنا العيادة بتاعتنا بقت مليانة أجهزة ريكفري كتير جدا، ودي حاجة سهلت القصة وخلت الاستشفاء بتاع اللعيبة بيبقى أسهل بكتير، وخلت فترة الإصابة برضه بقت بتقل، والحمد لله يعني على قدر المستطاع احنا بنحاول نشتغل كويس، والحمد لله والباقي بيبقى على ربنا يعني الحمد لله. شكرا دكتور محمد والتوفيق دايما بإذن الله. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الدكتور محمد وفاء استشاري العلاج الطبيعي بالنادي الاهلي. طبعا اطمنا من خلاله على محمد مجدي قفشه وفي فرص استعداده للقاء. مجهود كبير بوزل يعني من الجهاز الطبي خلال الفتره الماضيه، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مواجهه فريق الترجي التونسي في المباراه الاولى لدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا.